من قوانين اللعبة، وأرجو الناس ينتبهوا عشان دي شدة ودن كده خفيفة. أي حد بيلعب جيم، إيه اللي بيحصل؟ هو بيلعب جيم، كل ما اللعبة تبدأ الليفل يبقى أصعب أو أكثر شائك، يعني إيه اللي بيحصل له؟ يتحفز ويستمتع ويبقى اللعبة ممتعة، ويبدأ يدور مهما الدنيا قفلت، بيبقى عارف ان في حاجه سهله او طريق يوصل له، فعمال يدور عليه. دي لحظه استمتاعه. واول ما يلاقيه بيستمتع ويدخل الليفل اللي بعديه، عارف ان الطريق السهل مستخبي في حته وهيلاقيه. حلو كده؟ تمام. الدنيا كده بالظبط. انت مستمتع في اللعبه عشان واعي ان اللي عمل اللعبه حاطط طريق سهل. فعيب يا اللي بتتفرج علينا انك تبقى في الدنيا وناسي ان الهك ما حطش 500 طريق سهل يطلعك من اللي انت فيه.